على كل حال انا حجزت 3 ايام بس، انما يمكن اسيبها هناء عشان تسلي نجوى شويه. يعني لو ما كانش الدكتور ما كناش شفناك. وده معقول برضو يا نجوى؟ والدكتور اللي بتقول عليه ده هيوصل امتى؟ هو عنده مؤتمر في باريس وهيوصل تونس بكره. والدكتور بيير قال ايه في تقريره؟ انقطاع الصوت الفتره الطويله دي نتيجه ان المريض حساس اكتر من اللازم. فعلا احمد انسان حساس جدا، ربنا يستر ويرجع لطبيعته بسرعه. ما اعتقدش الحكايه هتطول شويه. انا مش قلقان ان احمد يرجع لصوته، ان شاء الله هيرجع لصوته. طبيا الامل كبير. انا اللي شاغلني دلوقتي هيعمل ايه بعدين؟ هيقدر يرجع لشغله؟ هيقدر يتعامل مع تلامذته؟ هي دي المشكله اللي هيواجهها واللي لازم نعمل حسابها من دلوقتي. لازم نزرع في نفسه الثقه، ودي مهمتك انت بقى. هو انا بايدي ايه يا ابني؟ وكمان ما تنسوش الاثر اللي سابته ليلى خطيبته. منها لله. اهم شيء دلوقتي وجود انسانه تقف جنبه وتساعدنا في اعاده الثقه لنفسه. وهي فين دي يا ابني؟ احنا كلنا جنبه يا ابي. يا عادل انت متصور ان اقدر اروح لاي اسره عشان اخطب بنتهم لابني؟ صعب عليا اعمل كده. لو عكسنا الموقف وحطيت نفسي مكان الاسره دي بتهيألي كنت هفكر 1000 مره قبل ما اقول رايي. يا ابني انا كل اللي اقدر اقوله ربنا يشفيه. جرى ايه يا نجوى؟ احنا بنقول عايزين نساعده، لو شافكم قطعاته كده مش كويس. مش عارفه، في ناس يا ناديه تشوفيهم تحسي انك تعرفيهم من زمان. احمد فاني حزن غريب. والنبي انت اللي كلامك غريب، ده انت شويه شويه هتقولي لي بحبه. انا حاسه اني بحبه. عايده. الله، جرى ايه يا بنات؟ انتوا لسه صاحيين لغايه دلوقتي؟ انا مش عارف انام من صوتكم. يا خبر، هو صوتنا واصل لغايه حضرتك يا بابا؟ اه يا ستي، يلا ناموا بقى. حاضر. تصبحوا على خير. وانت من اهلي يا بابا. تصبح على خير. نامي بقى يا ست عايده واعملي معروف. عندك حق، رايقه فعلا واسمها عايده، وهتلاقيها في نفس المكان اللي بتشوفها فيه كل يوم. يا اخي ده انا شخصيا حبيتها. وقلت لها كل حاجه عنك. الحالة دي بقى لها قد ايه؟ اسابيع؟ شهور؟ طب ما فكرتش ان انت ترجع شغلك تاني؟ ما حاولتش؟ فعلا احسن حاجة ليك انك تغير المكان والناس. كنا زي اي بنات في الدنيا متعلقين بأمانة، سنة بحالها قاعدين جنبها في المستشفيات، يوم في امل ويوم ما فيش، لغاية ما راحت بقيت انا واختي مشكلة بالنسبة لبابا، وهو كمان بقى مشكلة بالنسبة لنا. لا احنا قادرين نبعد عنه ولا هو قادر يبعد عننا. كل ما يسافر في حتة ياخدنا معاه. كنا الاول بنحس ان السفر نوع من الهروب من حاجة مش عارفينها. اهو
بنسافر لمجرد اننا نبقى مع بعض، لحد ما فكره السفر فقدت معناها. وايه اللي وصلنا له في النهايه؟ الاحساس بالوحده. كل واحد فينا بقى عايش جوه نفسه. علشان كده كنت بتشوفني على طول قاعده لوحدي. صدقيني كنت بحس اني بجرح وحدتك لما اشوفك عند الصخره. لا، مش هتبقى دي طريقه التفاهم بينا. انت هتكتب ايه؟ كلام؟ ايه قيمه الكلام؟ في ناس كتير بتكلم بعضها لكن محدش بيسمع التاني، كل واحد في عالمه الخاص. طيب انا لازم الاقي وسيله اعبر بيها عن اللي عايز اقوله. ليه لازم؟ وانا جنبك مش هخليك تحتاج للكلام. كفايه عليا ابص في عينيك اسمع فيهم كل اللي عايز تقولهولي. كده بتقولي انا بحبك؟ ياه، انت مبسوط قوي كده؟ بتفكر في ايه؟ مش عايز تقولي؟ ليه؟ كده هزعل منك. احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه والباقي على ربنا. الايام بتجري ومفيش اي تحسن، وكل يوم بيفوت نفسيته بتتعب اكتر. معلش، ممكن تسيبولي احمد؟ انا حاسه اني اقدر اعمل حاجات كتير قوي علشانه. يا ريت يا بنتي، انا شايفه ان احمد بيحبك قوي. وانا كمان يا ماما بحب احمد قوي. سنة يا أبي. ما ينفعش، أنا سبقتك وخطبتك من ماما.